هل في شيء أحسن من أنك تأكل حلى كمية كبيرة وسعراته شوية؟ رغوة البروتين من الوصفات اللي تعطيك هالشيء بكل سهولة، لأن مكوناته قليلة وأحسن شيء أنك تقدر تعدل على نكهاته بأكثر من طريقة ومناسبة كسناك آخر الليل أو حتى بعد التمرين. فالمكونات الأربعة الأساسية اللي بنحتاجها هي حليب قليل الدسم وفاكهة مجمدة، وبنحتاج صمغ الزنثان، هذا بيساعد وصفتنا تتماسك بشكل أفضل. وأخيرا بودرة بروتين من اختيارك، وأنا أنصحك بالكازين لو متوفر عندك، وستيفيا اختياري طبعا لو حاب تزيد السويتنس في الرغوة. طيب، أول شيء في الخلاط بنحط الفراولة وبنصب عليها الحليب بس، وبنقفل وبنخلط. ويفضل أنك تخلي الفواكه تذوب شوي قبل ما تخلطها عشان ما يجيم الخلاط معك زي اللي صار لي، وإذا صارت لك حط حليب شوي زيادة وبيضبط معك. إحنا نبغاه يكون بهذا القوام، صاير مثل الآيس كريم. بعد كذا بنحتاج زبدية خلط كبيرة، وبننقل خليط الفراولة عليها وبنضيف المحلي، وبعده بنحط من صمغ الزنثان، هالشي قوي مرة فما يحتاج إلا كم جرام بس وبيأدي الغرض. وأخيرا البروتين، والنوع اللي معي بدون نكهة، بحط لكم الرابط حقه مع صمغ الزنثان في الوصف تحت. وترى عشان نوع البروتين اللي مستعمله ما معه سكر حطيت ستيفيا، بس لو أنت بتستعمل نوع معه سكر أو محلى بنكهة فما أتوقع أنك بتحتاج ستيفيا. والحين بنبدأ بعملية الخلطة الثانية، وهي باستعمال الخلاط اليدوي، وبنخلطه لمدة 5 إلى 10 دقائق. بتلاحظ أنه قاعد ينتفخ وأنت تخلط، وهذا هو الشيء اللي نبيه. شوف كيف صاير كأنه دريم ويب، القوام حقه طلع متماسك وما صار سائل، وهذه هي فائدة الصمغ. بننقل الزبدية التقديم، والحين جو وقت التوبينجز واللي تقدر تتفنن فيها، بس بعلمك وش أحب أحط معه. بقطع فراولة طازجة الأربع بوزعها فوق الرغوة، وعشان أعطيه كرنش شوي بحط مع كورن فليكس وبنثره فوقه. وبكذا صارت وصفتنا جاهزة، وتعالوا نشوف السعرات. سعرات الرغوة هي تقريبا 290 سعرة، والبروتين 42 جرام، والكارب 28 جرام، وأما الدهون 6 جرام بس. الوصفة مو طبيعية، وكميتها وسعراتها ممتازة للي يبي شيء سويت وهو يحاول ينزل وزنه وما يبي يفلم في الحلى. أتمنى تجربونها، وحاب أقول لكم إن كتاب الحلويات صار متوفر أخيرا في المتجر، فيه هذه الوصفة ووصفات كثير غيرها بتساعدكم تستمتعون بالحلى بدون ما تخربون الدايت. فشيكوا عليه في الوصف، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.